رسالة تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول. من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد. وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا. لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح. الأصحاح الثاني. أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة أن لا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء. لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله. أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل. أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح. لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه. الأصحاح الثالث. وبعد أيها الإخوة، صلوا لأجلنا حتى ينتشر كلام الرب بسرعة ويتمجد مثل ما يتمجد عندكم. وصلوا أيضا حتى ينجينا الله من الضالين الأشرار، فما جميع الناس من المؤمنين
لكن الرب أمين، وهو سيقويكم ويحفظكم من الشرير. ولنا كل الثقة في الرب أنكم تعملون ما أوصيناكم به وتتابعون عمله. هذا الرب قلوبكم إلى ما في الله من محبة وما في المسيح من ثبات. ونوصيكم أيها الإخوة باسم الرب يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ بطال يخالف التعاليم التي أخذتموها عنا، فأنتم تعرفون كيف يجب أن تقتدوا بنا، فما كنا بطالين حين أقمنا بينكم ولا أكلنا الخبز من أحد مجانا، بل عملنا ليلا ونهارا بتعب وكد حتى لا نثقل على أحد منكم. لا لأنه لا حق لنا في ذلك، بل لنكون لكم قدوة تقتدون بها. ولما كنا عندكم أعطيناكم هذه الوصية: من لا يريد أن يعمل لا يحق له أن يأكل. نقول هذا لأننا سمعنا أن بينكم بطالين ولا شغل لهم سوى التشاغل بما لا نفع فيه. فهؤلاء نوصيهم ونناشدهم في الرب يسوع أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا من خبزهم. أما أنتم أيها الإخوة فلا تملوا من عمل الخير، وإذا كان بينكم من لا يطيع كلامنا في هذه الرسالة فلاحظوه وتجنبوه ليخجل، ولا تعاملوه كعدو بل انصحوه كأخ. ورب السلام نفسه يمنحكم السلام في كل وقت وفي كل حال، ليكن الرب معكم جميعا. هذا السلام بخط يدي أنا بولس، هذه هي علامتي في جميع رسائلي، وهذه هي كتابتي. لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أجمعين.